لو الحكاية فيها إن فيديو. ربح الصائمون وفاز القائمون ونجا المخلصون ونحن عبيدك المذنبون فارحمنا برحمتك وجد علينا بفضلك ومنتك واغفر لنا أجمعين. في حلقة اليوم من برنامج تسألين ونجيب يسعدنا أن نستضيف المفتية أسماء محمد بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. مرحبا بك. أهلا وسهلا بك. سائلة تسأل: ما حكم تراكم أيام رمضان لعامين متتاليين بسبب ظروف الحمل؟ هل تتصدق عن كل يوم أم يجب عليها صيام 60 يوما؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة التي أفطرت رمضانين متتاليين ولم تقضي الصيام، هذه المرأة لأن تأخرها في القضاء كان بسبب العذر وهو الحمل أو الرضاع، هذه المرأة عليها القضاء فقط على رأي الجمهور، بخلاف ما لو كان التأخير بدون عذر فكان يجب عليها القضاء والفدية. نعم. وما حكم تأخير قضاء الصوم إلى ما بعد رمضان القادم بدون عذر؟ تأخير الصيام إلى ما بعد رمضان القادم بدون عذر عليه القضاء والفدية، يقضي لكل يوم أفطره يوما كاملا، يقضي اليوم وعليه الفدية وهو إطعام مسكين واحد عن هذا اليوم. إلهي وقف السائلون ببابك ولا ذا الفقراء بجنابك ووقفت سفينة المساكين على ساحل كرمك. في